تمام. ده حصل لسيدنا، ده مكتوب في الدينار وفي السمسار ان البابا ثاوفيلوس 23 العذراء ظهرت له هنا وحكت له الحكايه. ده مكتوب يعني، مش كلام. الحقيقة الكلام ده طبعا مش مكتوب في الإنجيل، لكن مكتوب في ميمار كتبه البابا ساوبيلوس رقم 23، اللي هو كان بابا اسكندرية أو بابا مصر من سنة 385 ميلادية لغاية 412. البابا ساوبيلوس الحقيقة يعني حب يعمل رحلة تفقدية، رحلة رعوية للشعب في مصر، فنزل لغاية أسوان، وفي رحلة رجوعه كان معه 10 أساقفة. طبعا قالوا له على الكنيسه الاثريه في كنيسه العذراء في جبل قسقان، فقال ازورها وكذا واخد بركتها لانه سمع عن المعجزات اللي بتحصل فيها. فبيقول ان هو زار المكان قبل عيد العذراء اللي هو عيد نياحتها اللي هو يوم 21 طوبه بثلاث ايام، وقعد مقصوره في الكنيسه الاثريه وصلى وكذا. بيقول ظهرت له العذراء وحكيت له على رحله الهروب لارض مصر، وكتب الكلام ده كله في ميمار معروف باسم البابا، ميمار البابا ساوفيلوس. وطبعا الميمار ده يعتبر الوثيقة الرئيسية لنا في معرفة أخبار رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر. بخصوص المكان هنا قالت له على حاجات ممكن نقولها. أول حاجة قالت له إن إحنا جينا في المكان ده وقعدنا فيه أطول مدة في الرحلة كلها، قعدنا فيه 185 يوم، يوم 6 شهور و5 أيام. ودي أطول مدة طبعا قعدتها العائلة المقدسة في مكان، وإن ده اللي يدل إن المكان هنا كان فيه راحة، ما كانش حد بيطاردهم لأن المكان هنا كان جبل. قالت له كمان إن بعد القيامة، بعد قيامة السيد المسيح، جينا بس المرة دي كنا المرة الأولانية جينا على دابة، لكن المرة دي جينا على سحابة نورانية وكان معنا بعض الرسل ورؤساء الملائكة، والسيد المسيح دش المكان ورش المياه في المكان ودشينه. عشان كده بقول الكنيسة الأثرية هي أول كنيسة في العالم، نفس الوقت هي الكنيسة الوحيدة اللي دشينها السيد المسيح بيده، وعلى نهج هذا التدشين يجري تدشين باقي الكنائس حاليا. يعني سيدنا أشعياء النبي لما قال في وسط أرض مصر، فإحنا فعلا جغرافيا دلوقتي في وسط أرض مصر بالظبط. بالظبط كده، بالظبط في وسط أرض مصر تقريبا، حسب شهادة الخبراء وكده بيقول إن المكان هنا يتوسط أرض مصر. برضو سيدنا لو جينا اتكلمنا عن وعود العذراء مريم للبابا ثاوفيلوس البابا 23 وعدته ثلاث وعود مهمة هنا للمكان، لو نفتك تكلمنا عنها. وعدته إن المكان هيظل آمن، ما يحصلش فيه تخريب، وفعلا ده اللي حصل فعلا، ما حصلش إن جاء وقت إن الدير المحرق تخرب أو انقطعت فيه الرهبنة. نشكر ربنا على كده. وعدته برضو ان الذبيحة لا تنقطع من على المذبح، وفعلا احنا هنا في الكنيسة الأثرية بنصلي قداسات كل يوم في الفجر بعد التسبحة، ومعادة طبعا معروف في الأربع أيام اللي هو مش بتصلي فيه قداسات في السنة، اللي هم يوم اثنين البصخة وثلاث واربع وجمعة. ويتميز برضو الصلاة كمعلومة نقولها في النص إن باللغة القبطية كتقليد واخدينه من الآباء. ليه يا سيدنا باللغة القبطية؟ حفاظا على لغتنا الأصلية اللي هي جذورنا فيها اللغة القبطية، وده تقليد واخدينه من الآباء وملتزمين بيه لغاية دلوقتي. الصلاة في الكنيسة القبطية، في الكنيسة الأثرية بالدير المحرق باللغة القبطية، لكن باقي كنائس الدير طبعا لا، ممكن نصلي باللغة العربية. الوعد الثالث ان كل اللي يزور الدير ويطلب شفاعه العذراء، وكل طلبه ربنا هيستجيب لي بشفاعه العذراء طبعا، اذا كان هذه الطلبه في صالحه وفي صالح حياته الروحيه.